يعني سوشي عروسه بغاو يتزوجوا زوجورة هنا غتلقاو داك الشيء اللي بغيتو، ذلك المحجبات، كاينين ملابس واعره. المحل اخر ديال الرجال اللي هو زوين بزاف، غادي ندخلوا ليه ونكتشفوا حتى الرجال ما نسيناهمش، غادي ندخلوا نشوفوا شنو عندهم. مرحبا، واش ولدك؟ محل راقي وغزال بزاف بالنسبة للرجال اللي غادي بغاو يتزوجوا عندهم شي عرس يقدروا يختاروا هنايا. مرحبا، تشكرا. هنايا عندنا الحوايج ديال الرجال اللي غادي تقدروا تاخذوهم من هاد البلاصة، وزوينين بزاف. الطقم طقم كامل، شوفوا شحال راقي، زوين بزاف وراقي. كاين حتى الأحذية، كل شيء تقدروا تحتاجوا هنا، الصنطة، يعني أي حاجة يقدر يحتاجها الراجل في العرس ديالو. أنا جيت هاد المرة وما نسيتكمش حتى الرجال. شوفوا شوفوا شحال زوينة، والديطاي اللي فيها يعني بالجيلي ديالها، بكل شيء، السروال، يعني الطقم كامل مكمول، والطقم فيه الالوان، جميع الالوان اللي تقدروا تحتاجوا لشي حاجه كلاس. جبت لكم شي حاجه اللي واعره بزاف بزاف. كاين حتى الخواتم، يعني بالنسبه للرجال اللي بغى يدير الخاتم اللي يجي مواتي مع اللبسه ديالو. كيقول لي انه ممكن تاخذ الطقم كامل مكمول، يعني مثلا هذه مع الصباط ديالها مع الخاتم ديالها، يعني كيخرجوك عريس كامل مكمول، ما خصك حتى شي حاجه. ها نتوما شوفوا غزاله، يعني جميع الالوان. شوفوا حتى الثوب راه واعر، شوفوا الثوب كيفاش داير، يعني راه شي حاجه اللي هي واعره وكلاس. ها نتوما هنايا، هذا عاوتاني شكل اخر اللي كيعجبو بحال هاد الشكل، مع الكرافطه مع القميجه. هانتوما عندهم حتى كتالوج اللي تقدر تختار فيه اللبسه اللي بغيتي، الا ما كانتش هنايا يقدوها لك. هنايا كيقول لي هنايا سليم، طقم يعني سليم بحال هكاكس، والجهه الاخرى اللي وريتكم هي كلاسيك اللي هي. هاد المحل عنده هاد كيطمات زوينين، الاسعار ديالهم كتختلف، كانت 350 ليره، يعني تقريبا 400 درهم. وهذه هذه هي غزاله سروالها، كاين عاوتاني بحال هكا اللي كتبغي تلبس طويل. شوفوا عاوتاني هذه طويله، شوفوا لي ديطاي ديالها، هما اللور كي جات بالقب زوينه. هذه السعر ديالها 629 630 تقريبا، شي 700 درهم مغربيه. كاينه هذه عاوتاني هي وسروالها، كاينه هذه هي وسروالها طقم، كاينه هاد القميجه هكا فيها هاد الفريفرات زوينه، هي والسروال ديالها. هادي عاوتاني كتجي هكا محلوله، شوفو لي ديطاي ديالها. يعني الصراحة التواب ديالهم غزالين وموديلات فنين، شوفو شي حاجة راقية وزوينة وكتجي طويلة بالنسبة اللي كتبغي تلبس طويل. هادي عاوتاني غزالة، شوفو كتجي هكا، هانتوما فيها هذا
هما دو بيس غزاله طويله نكتشف السعر ديالها. بالنسبه لهذه اللي لداخل 460 واللي على برا 439 ليره. يعني كنقول لكم كاين شي فرق بين الليره والدرهم. شوفوا هذه عاوتاني شحال غزاله ثوب رقيطه بصيفي رقيطه. هذه اللي بحالها رابطينها هنايا بسمطه اللي بغات تقصرها مثلا بحال هكا بسميطه اللي بغات تلبسها هكا طويله. هذه عاوتاني فنه شوفوا طويله مع هذا كتجمع من هنا على حسب الطاي مع الجيب وليدين ديالها. هادي عاوتاني قويمزه فيها الفريفرات. شوفوا هذه كيفاش دايره غزال. شوفوا السعر ديالها هذه 550 ليره تقريبا شي 570 درهم بحال هكا. صراحه راه تقريبا انا كنشوف السعر هو هذاك هي والسروال ديالها. يعني راه السعر مناسب جدا وغزاله شوفوا واعره صراحة. هاد الشارع اللي هو اش غادي نقول لكم ما تسخاوش تخرجوا منه فيه كلشي كلشي. يعني هانتوما اللي بغات تزوج تجي لنا يعني راه اي حاجة تقدروا تحتاجوها غادي تلقاوها في هاد الشارع. وحتى المحجبات ملابس المحجبات راه وريتها لكم كاينين هنايا الذهب كلشي المكانات كلشي كلشي اي حاجة تقدروا طاح لكم على بالكم غتلقاوها في هاد الشارع. هذا الشارع كبير بزاف وما كيتقاداش. يعني هذا الشيء اللي وريتكم هو جزء من هذا الشارع اللي تبارك الله كبير وفيه مازال الجهه الاخرى اللي مازال ما شفناهاش. يعني الا جيت ندير لكم محل محل ما عمر غادي نساليو هذا الشيء اللي كاين في هذا الشارع. والله الصراحه رائع وهائل. نوريكم واحد الحاجه ما عرفتوش تعرفوها ولا لا. هادو غتقولي لي هادو ديال اش؟ هادو السحلب اللي كيكون اكثريه في وقت البرد. السحلب داير بحال الحليب زوين بزاف. هانتوما شوفوا السحلب كيفاش داير كيديروه في هاد الاله ديالو. انا خديت هذا اورطا يعني متوسط كوتشوك بيغ. كوتشوك هي صغيره اورطا متوسطه بيغ هي كبيره. الاسعار ديالهم كاتبينهم هنا براز كيدير لك شويه ديال القرفه. هانتوما شوفوا كي كيجي ثقيل زوين الشوكولا. وهنا كيسالي الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش اللايكات والتعاليق الزوينه بحال وجهكم. خليو لي في التعاليق شنو عجبكم هنا وفين تبغيوني نمشي نصور لكم. يعني شنو تبغيو نبارطاجي معكم. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ولا شي عريس وشي عروسه بغاو يتزوجوا. راه هنا غتلقاو داك الشيء اللي بغيتو. ذلك المحجبات كاينين ملابس واعره الصراحه. كنتمنى نشوفكم لاحق ان شاء الله. مع السلامه.